حاليا في متابعه الخطه الامنيه المعده من قبل السيد مدرم الشحات عميد دكتور محمد فرج التي يشرف عليها السيد المساعد للشؤون الامنيه العقيد خالد عبد الله. الخطه تستهدف تامين المدينه، تسهيل حركه السير، تامين اسواق المواشي، تسهيل حركه السير على كافه المفترقات، باضافه تامين المدينه خلال اجازه العيد، حيث قامت المديريه باجراءات احترازيه لتامين كذلك صلاه العيد وتنفيذ الاجراءات الاحترازيه لمكافحه وباء كورونا. تم وضع خطة لجمع جلود الأضاحي في أماكن معينة والتخلص منها بالطريقة الصحيحة حتى لا تحدث مشكلة كارثية لا سامح الله. حاليا جهود رجال الأمن في كافة المفترقات، كذلك جهاز إسعاف والطوارئ اشترك في هذه الخطة. جهاز إسعاف والطوارئ شحات اشترك في هذه الخطة، كما تم التأكيد على مستشفى قورينا شحات وتوفير كافة الأطباء لاستقبال استقبال المواطنين، والقطاع الصحي يكون بالشكل المطلوب خلال إجازة العيد. نسأل الله أن يحفظ رجال الأمن، نسأل الله التوفيق للجميع.